قتلانا قتل النبيين. قال الإمام الباقر عليه السلام: المؤمنون يبتلون ثم يميزهم الله عنده، إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدنيا ومرائرها، ولكنه آمنهم من العمى والشقاء في الآخرة. ثم قال: كان الحسين بن علي عليه السلام يضع قتلاه بعضهم إلى بعض ثم يقول: قتلانا قتل النبيين وآل النبيين.